واحد من الناس هو واحد بينهم يسمع شكواهم ويلبي احتياجاتهم من خلال قنوات التواصل التي تعمل على مدار الساعة، سواء صفحات السوشيال ميديا أو أرقام الهواتف. على صفحة البرنامج أرسل ياسر أحمد وعمره 18 عاماً وقال إنه ولد بعظم زجاجي ويعاني من هشاشة عظام، وطلب المساعدة في توفير كرسي كهربائي يعينه على الحركة. وبالتعاون بين برنامج واحد من الناس ومؤسسة الحسن تم توفير الكرسي الكهربائي له. أنا كنت صغير مولود كده عظم زجاجي، ومن ساعتها بقى أنا قاعد على الكرسي من حوالي فترة أكتر من 5 سنين. الأول كان بابا بينقلني من هنا، ما بعرفش أقعد على الكرسي ده كويس، مشيت في الشارع بيقف، فمحتاج بقى كرسي كهرباء أتحرك، بعرف أتحرك بيه في أي حتة. بعت البرنامج واحد من الناس فجابوني مؤسسة الحسن وسلموني كرسي كهرباء، أروح بأي حتة نفسي فيها. إحنا بنشكر مؤسسة الحسن وبرنامج واحد من الناس إنهم أعطوني النهاردة كرسي كهرباء. بموجب البروتوكول التعاون الموقع ما بين مؤسسة الحسن وبرنامج واحد من الناس، في حالة باسم ياسر أحمد جات لنا عن طريق برنامج واحد من الناس. عينا الحالة وشوفنا حالتها الصحية، شوفنا إيه اللي هي محتاجاه، لقينا إن هي محتاجة كرسي كهرباء، لأن هو بيعاني من عظم زجاجي، فعظم زجاجي مش بيقدر إن هو يزق الكرسي المانيوال أو يحركه، فإحنا قدرنا نوفر له كرسي كهرباء مناسب لحالته ومناسب لحجمه. وصلت على صفحة البرنامج رسالة من السيد أحمد محمد يطلب المساعدة الطبية لابنه عبد الرحمن المولود بتشوهات في الوجه، وبالفعل أجرى الدكتور أحمد سراج العملية للطفل بالتعاون مع برنامج واحد من الناس. عبد الرحمن حاليا دلوقتي عنده سنة ونص، هو كان اتولد بتشوهات في الوش، لفيت على مراكز تجميل كتير وعيادات كتير ودكاترة كتير، قالوا مبالغ كبيرة جدا. الحمد لله رب العالمين تواصلت مع برنامج واحد من الناس، حاولني للدكتور أحمد سراج الدين من سنة، عملت مرحلتين، خلاص فاضل كمان النهارده هنعمل مرحلة، وممكن تكون في كمان مرحلة جاية إن شاء الله، وابني هشوفه زي البشر عادي، هيبقى كأنه مولود طبيعي الحمد لله رب العالمين يعني. فطبعا دلوقتي احنا كده الحمد لله نتيجة كويسة جدا، ولسه في النهاردة مرحلة تانية وفي كمان مرحلة برضو، فالحمد لله رب العالمين، وكل ده بالمجان طبعا، مستشفيات وجراحة، والحمد لله رب العالمين يعني، ربنا بيحبنا ان احنا ربنا كرمنا بالدكتور عمرو الليسي. عبد الرحمن اتولد عنده شق في الشفة اللي بيسمى شفة أرنبية، بالإضافة لأن الأنف كمان كانت مقسومة 2. الحقيقة أن الحالة دي من الحالات النادرة. عن طريق برنامج واحد من الناس قدرنا أن احنا نتواصل مع عبد الرحمن وأسرته. النهاردة بنعمل تجميل الأنف وإزادة الأنسجة الزائدة، مستنيين بعد كده إن شاء الله في التعاون مع برنامج أنه يكبر شوية عشان نقدر أن احنا نقرب العين من بعضيها. بنناشد جميع أهلنا اللي موجودين في أنحاء مصر كلها وعندهم أي حالات في تخصص جراحة الوجه والفك والتجميل بالتواصل مع إدارة البرنامج لتقديم خدمة أكبر وأكبر لأهالينا. رسالة صوتية وردتنا من السيدة أم مريم، قالت فيها إنها تحتاج لغسالة وبوتاجاز وإن زوجها أرزقي. حضرتك محتاجة غسالة وبوتاجاز، ربنا يخليك يا رب، أنا جوزها أرزقي والله، ومعايا بنتين، واحدة في ستة واحدة في تانية، أنا محتاجة الحاجات دي والله، وربنا يخليك. وبفضل الله وفر البرنامج طلبها. والله انا بشتغل وبساعد مع جوزي، لان جوزي ارزقي بيشتغل يوم وما فيش، وهو اصلا عنده مرض يسمع على صدره، اما بيشم ريحه التراب بيتعب، حتى لا ايه
ارزق هيطلع شويه رمله شويه طوب حاجه زي كده يعني الحاجات دي. فما فيش يعني يوم وبقيته قاعد وانا بساعد معاه عشان بعلم الاولاد وبندفع ميه ونور ودروس ومدارس وكل حاجه غاليه. قاعده انت وجوزك والولاد هنا اهو في البيت ده؟ قاعدين في الاوضه دي. ما عنديش الا التلاجه دي وكانت بايظه، واحد صلحها لي ربنا يخليه، والله كلفت 1000 جنيه وقال لي كل ما يبقى معاكي يا ام مريم اديني، يعني هو كهربائي وعارفنا. مفيش تلفزيون، مفيش بوتاجاز، مفيش غساله. كان عندي تلفزيون وكسر، ما عنديش بوتاجاز، وكان عندي غساله بس باظت، بس ما لقيتش اصلحها الصراحه. انت بقى قلت لي بتطبخي ازاي؟ بتغسلي ازاي؟ مفيش ولا بوتاجاز ولا في غساله؟ لا، في شعله بطبخ عليها وبغسل في جردل كده، او بجيب قراونه كبيره من عند حد يعني وبقعد اغسل فيها كده بس. فبعت رساله وقلت والله لو نفسي يبعتوا لي الحاجه دي يبقى اكتر لهم، لان بشوفهم بيعملوا خير كتير كده في التلفزيون، فقلت اجرب يمكن تيجي من عند ربنا. الحمد لله ربنا يخليكم يا رب، وبشكر دكتور عمرو والله العظيم كتير، وحضراتكم كلكم اللي انتوا جيتوا لحد وتعبتوا عشاني. واستكمالا لمبادرتنا في وصلات المياه للقرى الاكثر احتياجا، البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الطمن معانا وفر 5 وصلات مياه في قرية بوشة البحرية بمركز سمسطة ببني سويف. كنا تعبانين، بنملى من عند الجيران وتحرجنا من الجيران، بقى نشرب من نطوق. طلبنا من مؤسسة تطمن معانا، واخد بالك، وبرنامج واحد من الناس، وجاهم وصلونا للمية، واخد بالك، والحمد لله. يوم المية ما دخلت البيت بقى كلنا فرحانين، كنا بنملى من بعيد ومن عند الجيران وتحرجنا من الجيران، والعيال كلهم بقى فرحانين. والعيال زمان كانت ميتهم بطنهم تعبانة من المية المالح، ودوخت الحمد لله. جينا النهارده بموجب البروتوكول المبرم بيننا وبين برنامج واحد من الناس، واللي بناء عليه هم بيكتشفوا اماكن محتاجه للميه. واحنا النهارده جينا هنا عشان برنامج واحد من الناس رشح لنا 5 بيوت محتاجين مياه، فبناء عليه جينا النهارده، وان شاء الله ده مش هيبقى اول تعاون ما بيننا، وانتظرونا في كل خير ان شاء الله. مؤسسه تطمن معانا مع برنامج واحد من الناس.